دائما هيك ريشة في مقولة بنقولها انه الكبار هن بركتنا، فقديش خلال الشهر الفضيل مهم نحن نفكر بهدول الاشخاص باحتياجاتهم اليومية، ايضا كمان نقدم لهم الدعم النفسي، يعني اشخاص بتلاقيهم كبروا باخرة عمرهم وفجأة ما عندهم اي حدا. اكيد نرمين، من دائما نحن بنقول انه الاشخاص بس كبروا بالعمر، ان كان من اهالينا او اجدادنا، بيرجعوا اطفال وبيكونوا بحاجه لدعم اكبر، وخاصه بالحب والحنان والعطف، يعني بتحسين انه هن عن جد رجعوا اطفال. فهدول المسنين بحاجه دائما لدعمنا، مو بس المادي، النفسي والمعنوي، ونحسسهم دائما انه هن الاهم بحياتنا. اليوم ضمن صباحنا لليوم رح نسلط الضوء على دار الكرامه يلي فيه نزلاء عندهم حالات انسانيه، عندهم حالات نفسيه، ونعرف اليوم كيف احوالهم، كيف عم يقضون وقتهم، وهي شو اهم الانشطه اللي عم يشتغلوا عليها. ضيفنا لليوم هو الدكتور شادي خلوف، اخصائي بالتوليد والنسائيه وعلاج العقم، ومدير دار الكرامه لرعايه المسنين. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. يسعد صباحك. رمضان كريم. رمضان كريم يا رب وصباح الخير. بدايه دكتور خلينا نتعرف من حضرتك عن النشاطات اللي عم بتكون ضمن دار الكرامه. نحن مثل ما قلنا المسن اليوم او الكبير بالعمر، دار هي بالنسبه له بيته يلي بتلقى فيها الدعم النفسي والصحي وكافة أنواع الرعاية. هلأ دار الكرامة الحقيقة هي دار العجزة المسنين وبعض ذوي الاحتياج، وكمان طبعا في عنا ذوي احتياجات خاصة ولو كانوا بعمر أصغر، ممولة بالكامل محافظة دمشق، وبالتالي محافظة دمشق هي المسؤولة عن كل يعني حياة هدول المسنين أو كل الناس الموجودين والنزلاء الموجودين ضمن دار الكرامة. الدار حقيقة فيها خليط من الأشخاص اللي هن كبار بالعمر، عجزة، ذوي احتياجات خاصة، حتى في بعض الصغار بالعمر كمان اللي هن من ذوي الاحتياجات الخاصة من تنازل داون وأمراض أخرى، حياتهم كلها بالدار، وبالتالي هي الدار هي بيتهم. صحيح. هي المكان اللي هن بيعيشوا فيه. في ناس الله بالدار 20 و30 سنة، وبالتالي يعني الدار مسؤولة تأمن لهم كل متطلبات ومناحي الحياة تبعهم، من أكيد مأكل ومشرب، من ملبس، من طبابة، من تغذية، من كل نواحي، حتى الترفيه، حتى التعليم. في جزء منهم إجا على الدار وهو مانو متعلم، صار عندنا مثل محو الأمية، أخذ الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية ضمن الدار، وأخذ شهادة جامعية، وفي منهم صاروا موظفين ضمن الدار. وبالتالي الحقيقة هي الدار ما هي بس مثل ما بنقول بين قوسين مأوى، لا، هي مكان ممكن يتطوروا فيه هدول الناس، لأنه هو بيقدم لهم كل مناحي الحياة المفيدة. أكيد حكيم، ونحن زرنا دار الكرامة وشفنا كان في نموذج كتير حلو مثل ما ذكرت حضرتك اليوم، هنون ما كانوا بس أنه متواجدين كرمال أنه هنون ما عندهم مأوى، وراحوا ليتعلموا، كان في مشغل موجود عم يشتغلوا فيه بالأدوات، بالأشغال اليدوية، بالأعمال اليدوية، وكان في يعني كان في إبداع عندهم يعني، وكان في جمعيات أيضا اليوم عم تروح لتعلمهم وتسقل هاي الموهبة عندهم. خلينا نحكي أكثر عن اليوم، أنتوا اللي بتكون تدعموا اي موهبه عند هدول المسنين، شو هي اهم، كيف بتأملون هي الرعايه، شو بتقدموا لهم؟ هلا نحن الحقيقه اي شخص موجود بالدار في قدره انه الدار حتى تستفيد منه لانه هو موجود، فنحن بنحاول انه نحفزه الى العمل وانه يكون عنده وظيفه، وبالتالي ما يكون فقط هو عاجز او شخص عنده مشكله اجتماعية أو نفسية أو صحية واضطر يتواجد بالدار، لا، هو صار شخص حس حاله أنه هو منتج. وبالتالي موضوع الأشغال اليدوية اللي حضرتك تفضلتي فيه هو موضوع مهم، لأنه نحن حقيقة بالتنسيق مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية في نشاط يعني تعليمي يعني وتدريبي مرتين أو ثلاثة بالأسبوع بيتم فيه تعليمهم والاستفادة من الناس اللي عندها مواهب واللي تعلموا أفضل لحتى يعملوا أشغال يدوية. السنة الماضية كان في معرض للشيء اللي هن عملوه وصنعوه، وهي السنة بأواخر السنة الماضية كمان كان في معرض آخر، وبالتالي في البعض منهم ما بيقدر يشتغل بإيديه، بيشتغل بالأقدام، شفناهم وصورناهم شفتيهم المرة الماضية، فلذلك الاستفادة منهم لحتى يطوروا مهاراتهم أولا ليحسوا أنه منتجين.
اي شخص بس يحس حاله انه ما عاد عنده او له دور فممكن هو ينهار نفسيا على القليله. فبالتالي لا، نحن بنحاول كل واحد منه كل وظيفه اللي بيعتنوا بحديقه الدار، بيساهموا معنا بالمطبخ، اللي بيساهموا بالاشغال اليدويه، وكل واحد الحقيقه ممكن نستفيد منه، نحن بنخليه يكون له دور منتج وفعال ضمن الدار، ليحس بانه هو ما زال على قيد الحياه اكثر واكثر. يمكن هي اهم نقطه، بحاجه اليوم الى المستنغر الرعايه الصحيه والنفسيه اللي دائما نحن بنذكره انه هو له قيمه، انه هو قادر يعمل شيء وانه حياته ما انتهت. خلينا نحكي اليوم عن التجاوب اللي عم يكون مع الحالات العاجله. نحن بنعرف ظروف الحرب والظروف الاقتصاديه يلي مرت، وايضا كان في كارثه الزلزال، كثير اليوم كبار بالسن ما عندهم حدا، ويمكن في اعداد كثير كبيره بحاجه انه تكون موجوده بدار الكرامه، ولكن احنا بنعرف للاسف انه كونه هو بيت يعني في عدد محدد بيقدر يستقبل هدول الاشخاص، فشو هي المعايير بتتبعوها؟ هلا نحن الحقيقه محافظه دمشق هي يعني فريق عمل يعني لهذا الموضوع، بمعنى انه السيد المحافظ مع السيد عضو المكتب التنفيذي المختص مع دار الكرامه واداره دار الكرامه بتلبي فورا اي احتياج لاشخاص هن ممكن يكونوا ليس لهم مأوى وليس لهم معيل. اجتنا عدد من الحالات طبعا بالتنسيق ماني مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، حتى لناس اللي موجودين بالشارع فعلا ما عندهم معيل، عندهم حالات صحية، كبار بالعمر، استقبلتهم دار الكرامة وتقدمت لهم كل الرعاية وما زالوا موجودين فيها. فبالتالي هذا هو أحد أهم أهداف الدار أو وجود الدار، اللي هي الدار الحكومية الوحيدة في مدينة دمشق اللي بتقدم الخدمات فيها بشكل شبه مجاني لكل الناس اللي هن ما عندهم مأوى، ما عندهم معيل، هن كبار بالعمر، عندهم حالات صحية مزمنة، وبالتالي هن بحاجة لأشخاص يرعون يقدموا لهم كل الرعاية والدعم والاهتمام. ومحافظة دمشق الحقيقة عم تقدم كل هذا الشيء لكل الموجودين بدار الكرامة. تمام دكتور شادي، كثير من الحالات اللي وصلت لدار الكرامة، خلينا نقول إذا مو المعظم، وصلوا يمكن بحالة نفسية، يعني في قصص مأساوية يعني نحن بنعرفها اليوم طبعًا. ما بدنا كثير فوت بالتفاصيل، ولكن هن بالنهاية فاقدين، يعني فاقدين تعب سنين مثل ما بيقولوا، ضاع هذا التعب ليلاقوا حالهم باخر عمرهم محطوطين بهذا الدار. يمكن في مسنين ما حدا عم بيزورهم، يمكن في مسنين ما حدا معترف بوجودهم حتى بوجود ابنائهم. يعني اليوم هاي الناحيه النفسيه كثير مهمه وكثير يعني دوركم الاكبر فيها اليوم، شو دور الدار والاخصائيين النفسيين مع هدول المسنين؟ هلا الحقيقه الدار فيها مجموعه كبيره من القصص من الأشخاص اللي يا أما ما عاد لهم حدا بسبب الظروف، يا أما لهم حدا ولكن الحدا غير مهتم بوجودهم، وبالتالي هن صارت الدار هي كل شيء في حياتهم. يمكن هاي الحالة أصعب إنه ما يكون لهم حدا. طبعاً يعني طبعاً هلا ما له حدا آمن، صار عنده إيمان بأنه هو يعني ما عاد في حدا يعتني فيه. فأما اللي بيعرف إنه له حدا خارج الدار وممكن يقوم بهي المهمة، أكيد ما رح يكون هو سعيد بوجوده ضمن هذا المكان، ولكن نحن هذا الواجب تبعنا من إدارة دار الكرامة، من العاملين فيه، من حقيقة العاملات اللي هن عم بيناوبوا مع النزلاء لحتى يقدموا لهم كل الخدمات، اللي بيقوموا بعمل جبار جدا بهذا الموضوع، انه يكونوا هن اب وام واخ واخت لكل الموجودين. يعني حتى بس ان شاء الله كمان تبدوا تزورونا بتشوفوا في جزء كبير منهم يعني بينادوا لي بابا، بينادوا لل مثلا الناس بيشتغلوا معهم من السيدات ماما، وبالتالي هدول نحن اخواتهم واهليهم، هن ما عاد في حدا احيانا يطلع عليهم، حتى في جزء منهم من نحن بنتصل بالاشخاص اللي هن بخصوهم اخواتهم او بخصوهم وما بيلبوا طلبهم للزياره، وبالتالي نحن والدار هن كل شيء بحياتهم. فهذا الواجب تبع دار الكرامه انه هي تقدم كل الرعايه واللي على ببدايتها الرعايه النفسيه لهدول الموجودين لحتى يكونوا هن حاسين بالامان ضمن هذا المكان. دكتور شادي، نوهت للحالة الإنسانية اللي موجودة، خليني أسألك أيضا عن الحالة اليوم اللي بتكون بين كبار السن نفسهم. ممكن مثل ما قلت رشا من شوي، يجي المسن بحالة نفسية ما أنا مريحة، فبتلاقي في أشخاص هيك عندهم وعي أكثر أو احتضان يمكن بالدار، فحكينا هيك عن قصص اليوم موجودة عن هي الحالة الحلوة الموجودة بين الكبار. هلأ نحن مثل ما قلت لكم قبل شوي أنه نحن عم نستفيد
من البعض منهم اللي هو قادر على يعني مساعدة الدار ونزلاء الدار. وبالتالي نحن ممكن في غرفة فيها اثنين واعيين ولكن عنده مشاكل صحية ما بيقدروا يحركوا، انه نحط معهم اشخاص هن بيقدروا يحركوا ولكن نفسيا ما لهم متوازنين، بيساعدوا بعضهم لانه هن بالنتيجة صاروا عائلة واحدة، سواء ضمن الغرفة سواء ضمن قسم الرجال او قسم النساء، هن عائلة واحدة، هن بيعرفوا بعضهم، هن عايشين مع بعضهم، بيعرفوا اطباع بعضهم. وبالتالي الدعم النفسي الاساسي ببلش من الغرفة، من الاشخاص مع بعضهم بالغرفة، لا تنتقل للعاملات ولكل الأشخاص بالإدارة اللي هن بيتعاملوا مع النزلاء. فنحن الحقيقة في أحد النزلاء يعني موكل بنزيل حده، هو بيتخذ حده، هو بيعتني فيه، هو بيسايره، هو ممكن إذا في مشوار هو بده تطلع الدار تأخذ بعض النزلاء لبرا، إنه أحد يعني هذا النزيل يتكفل بها بهذا النزيل هو بيعتني فيه. فصاروا يعني متلاصقين، إخوة حقيقيين، ولو إنه هن مانن إخوة بالهوية، ولكن هن بوجودهم بالدار صاروا إخوة حقيقيين الحقيقة. أكيد العشرة حكيم اليوم هي مهم، وأحياناً يعني حدا غريب بيكون أحن من حدا من صلبهم بالنهاية. دكتور، خلينا نحكي اليوم عن الدعم. يعني نحن بنعرف أنه الضغط اللي صار بالسنوات الأخيرة طال جميع المؤسسات الحكومية والأشخاص، وعلى الصعيد الشخصي لكل الناس. خلينا نقول اليوم كيف وضع دار الكرامة؟ هل دار بخير؟ وشو أهم شيء أنتوا بحاجة له؟ أكيد بنقول تشكر محافظة دمشق عم تقدم بال الإمكانيات المتاحة، ولكن أنتم اليوم مسؤولين عن عدد يعني منيح، ولهم احتياجاتهم ولهم أدويتهم ولهم لباسهم، فكيف عم يعني تشتغلوا على هاي القصة؟ الحقيقة نحن الدار جدا بخير الحمد، هي أولا السيد محافظ دمشق الحالي يعني الدار هي من أهم أولوياته، حتى بشهر رمضان الكريم من الأسبوع الماضي يعني إجا وأفطر مع يعني نزلاء الدار، وكان الحقيقة كثير كان في أثر إيجابي لوجوده مع النزلاء الموجودين بالدار. كل الرعاية عم تتقدم من محافظة دمشق للنزلاء بالدار وللدار، ولكن أكيد وجود مبادرات مجتمعية، مجتمع الأهلي، جمعيات، كل ما كان في تعاون أكثر فهذا الحقيقة يخلينا نحن نتطور أكثر، العمل يتطور أكثر، لأنه بالوقت الحالي أنت مطلوب منك عمل كبير، مطلوب منك كميات يعني تمويل مادي كبير جدا مؤمن من محافظة دمشق، ولكن إذا كان في تعاون ومساعدة من جهات متعددة فهذا بيسهل علينا العمل وبيطور بهذا العمل أكثر. فلذلك نحن مرحبين بكل المبادرات، في عدد كبير من الجمعيات اللي هن بتواصلوا مع الدار، بينسقوا مع الدار، بيقدموا الخدمة والمجتمعية والإنسانية والخيرية لنزلاء الدار. ومثل ما حكيت قبل شوي، جمعية سورية للتنمية الاجتماعية، جمعية شباب الخيرية موجودين معنا بشكل يعني دائم للتنسيق مع العمل والوجود مع النزلاء على الأرض ومع إدارة الدار للتعاون والتنسيق دائما. دكتور، حكيت عن المبادرات الأهلية وأهميتها اليوم وحالة التشبيك قديش بتعود بالإيجاب على النزلاء. خلينا نحكي أيضا عن حاجتكم لتشبيك مع قطاعات صحية، مع مراكز، بنعرف في احتياجات كتير بتكون طبية اليوم للمسن. هلأ نحن الحقيقة في أطباء موجودين بضمن الدار وأنا واحد منهم، يعني اللي نحن بنقدم الخدمة الطبية في تمريض موجودين على مدار الساعة، موجودين بالدار مع الأطباء اللي بيكونوا موجودين كمان على مدار الساعة بالدار تقديم الخدمة الطبية. ولكن احنا اكيد في بعض الخدمات ما بنقدر نأمنها ضمن الدار، نلجأ للمشافي الحكومية لحتى يتأمن كل شيء. حتى الشيء اللي ما موجود ضمن المشافي الحكومية الدار بتأمنه بالقطاع الخاص، بالعيادات الخاصة. حتى في بعض الجمعيات بتساعدنا بهذا الموضوع عن طريق المراكز الطبية الموجودة عندهم، انه تساعدنا بانه احنا نقدم الخدمة الطبية الممتازة لنزلاء الدار. الأدوية موجودة بشكل كامل بالدار لكل النزلاء، سواء الأدوية المزمنة أو الأدوية اللي نحتاجها يعني عند اللزوم كحالات حادة. فالحقيقة من ناحية الطبية العمل كله مؤمن. معالجة فيزيائية عندنا قسم معالجة موجود بالدار، كمان بيقدم دعم العلاج الفيزيائي لكل النزلاء اللي هن بحاجة. فخلينا نقول الموضوع الطبي مؤمن بشكل كبير، ونحن الحالات تتم معالجتها بالدار، ما استطعنا تا
تقديم يعني المساعده الطبيه بالدار نلجا للمشافي الحكوميه بشكل كامل. طيب دكتور خلينا قبل ما نروح لا بس كنت اسالك هل عم يكون في دعم مادي من مغتربين من غير الجمعيات؟ يعني هل عم يكون عندكم دعم مادي؟ هي رساله انسانيه بالنهايه يعني وانتم بحاجه لها لتقدروا توصلوا هي الرساله. هلا حقيقه في عدد من الاشخاص اللي هن سواء خارج سوريا او داخل سوريا بيقدموا الدعم للدار، بيسالونا دائما اذا في شيء احتياجات بيتم تامينها، هذا الشيء بيساعدنا كثير. اولا من نعرف انه في ناس اللي موجودين معنا، ثاني شيء هن بهذا مثل ما عم اقول لك، هذا الشيء بخفف على ميزانيه الدار اعباء، نحن بنقدر نعمل عمل افضل، عمل تطويري اكثر، فاكيد موجودين الاشخاص اللي هن بيساعدوا الدار كاشخاص او كهيئات موجودين معنا بالعمل بشكل ممتاز، وخلال الأشهر الماضية حقيقة كان في كثير تعاون بهذا الأمر من أشخاص خارج وداخل سوريا. الحمد لله نحن كثير يعني اليوم بهمنا أنه هدول الأشخاص اللي مكسوري الخاطر خلينا نقول أنه يكون في جبران خاطر لإلهم من الأشخاص المحيطين. دكتورة ذكرت نقطة بسنوات الحرب دار الكرامة فتح أبوابه لكثير من الناس، يعني في أطفال يعني في ضمن دار المسنين، يمكن الناس اليوم تستغرب ولكن الوضع اللي كان بوقتها يعني اضطرت مثلا أم ما عندها حدا ما عندها ملجأ تروح مع طفلها، هدول الأطفال كيف عم بيتم التعامل معهم؟ واليوم ما بيخاف أنه هذا الطفل أنه يكبر وهو بصحة نفسية غير سليمة كونه يعني قد ما كان اليوم الدعم متاح ولكن هو مو بيئته بالنهاية هذا الطفل يعني. هلأ نحن الحقيقة ما عندنا عدد كبير من الأطفال، نحن في ثلاث يعني حالتين أو ثلاثة خاصين، احداهن تزوجت يعني من ذوي احتياجات تزوجت ضمن الدار وطلعت برا الدار انجبت ولكن الطفل كان تنازور داون وصار عندها حاله اجتماعيه بعدها وردت اضطرت ترجع على الدار مره اخرى فرجعت هي وطفلها. يعني حاله اخرى اجت الحقيقه ما عاد عندها حدا ف يعني اجت على الدار وكان معها طفل صغير وما زال هو موجود ضمن الدار. في طفله ما هي هني عم اقول ثلاث حالات يعني فهني كلهم يعني ما عاد لهم حدا والدار هي الملجا لامهاتهم وبالتالي لهم لانه ما فيك تفصلي كمان أكيد. الام عن الطفل فنحن حتى الاطفال بنحاول نقدم لهم يعني كامل رعايه صاروا هني اولاد الموجودين بالدار يعني فبالتالي بيتعاملوا بطريقه ممتازه هلا هني ما زالوا يعني بالسنتين والثلاثه بس يوصلوا لعمر المدرسه رح اكيد رح يتسجلوا بالمدارس ورح يعني تقدم لهم كل الرعايه الكامله ليكونوا اشخاص فاعلين ومنتجين حقيقيين وما يكونوا بالتالي عالي على المجتمع. اهم شيء السلامه النفسيه اكيد أطفال. اكيد فلذلك احنا بيتعاملوا بالدار وكانه هن يعني اولادنا مثل ما اهاليهم هن اخوه لنا. طيب خلينا نحكي عن النشاطات اللي ممكن تكون عم تتحضر بالمستقبل مثل ما ذكرنا احنا بايام فضيله وايضا جاي العيد في تحضيرات عم تكون لشيء ممكن دخل هيك السعاده هلا كل شهر رمضان الحقيقه هو فعاليات كل في كثير من المبادرات والجمعيات اللي يعني ابدت رغبتها انه يكون في عنده نشاطات ضمن شهر رمضان خلال ان شاء الله الاسبوع القادم الاسبوع الاخير من رمضان بلش تحضير للعيد بفعاليات ترفيهيه يعني ممكن ناخذهم لخارج الدار لانه هذا الحقيقه هن الشيء اللي بيعملهم سعاده كبيره انه هن يطلعوا خارج الدار بما انه هن كل حياتهم ضمن هالمكان ففي بعضهم ما بيطلع الا بهالمناسبات فنحن كثير بنكون حريصين دائما اسبوعيا واكثر هلا حتى بشهر رمضان انه يكونوا يقدروا يطلعوا بفعاليات يشاركوا فيها خارج الدار لانه بيعمل لهم يعني سعاده وبهجه كبيره فان شاء الله يعني كل شهر رمضان وفتره العيد رح يكون عندهم كثير نشاطات تساعدهم يعني على الحياه الاحلى لحتى نحن ما رح نقول انه اللي برا رح يحسد اللي بقلب الدار انه هو جوا اكيد لا بس لما اي حدا بيجي على الدار يقول الحمد لله انه في مكان هو بيت امن لهدول الموجودين فيه اكيد هلا عندهم نيرمين في عندهم مشغال عندهم مسرح عندهم كراكوز عندهم اعمال مسرحيه بيغنوا في حكواتي يومي في حكواتي بيجي بيعمل لهم يعني هيك فعاليه لمده نص ساعه او ساعه كمان يعني بهيصوا فيها مثل ما بنقول فنحن بنحاول الحقيقه ننقل لهم البهجه لحتى هن يعني حياتهم اللي هي
حكمت أن تكون في مكان واحد بس هو يكون الحياة الأفضل. نعم، يعني أكيد كل التوفيق اليوم لكم وبمهامك دكتور شادي. نورتنا اليوم دكتور شادي خلوف، وحضرتك اختصاصي بالتوليد والنسائية وعلاج العقم ومدير دار الكرامة. أهلا وسهلا فيك. أهلا. شكرا دكتور شادي لحضورك، نتمنى لك التوفيق بمهمتك الجديدة الإنسانية الثانية بحياتك. شكراً. يمكن قبل ما نختم، نهار الجمعة هو مفتوح للزيارات وافية، الناس بشكل عام تروح تزورهم حتى لو ما كان. فاليوم هي دعوة عن هيك اليوم بصباحنا من الإخبارية السورية لكل حدا حابب يشوف أوضاعهم عن قرب. نهار الجمعة دار الكرامة أبوابها مفتوحة، يعني فيكم تزوروهم وتشوفوهم عن قرب، تعرفوا قد ايه هنن بحاجة لوجودنا بحياتهم. شكرا لك دكتور، وبقيت نهار حلو لك.